خلي الحمد لله رب العالمين. نحن هلا عم نعيش الاجواء الرمضانيه في اليومين الاخيرات من شهر رمضان. ما شاء الله حركه السوق ممتازه، ازدحام وحركه كبيره بالاسواق رغم ارتفاع الاسعار، الا ان الناس ما شاء الله مقبله على شراء ادوات العيد. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وينعاد علينا وعلى الامه الاسلاميه بالامن والامان ان شاء الله يا رب. نحن مركز شرطة جرجناز منذ بداية شهر رمضان الكريم نقوم بإخراج دوريات متفرقة في سوق بلدة جرجناز حفظا على أمن وأمان البلدة، والحمد لله رب العالمين منذ بداية شهر رمضان حتى الآن لم نصادف أي مشكلة أو أي حادثة. وفي هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان والأيام الأعياد المقبلة نشهد ازدحام كبير في السوق، فلذلك عمدنا إلى تكثيف الدوريات حفظا على أمن وأمان البلدة، والحمد لله الأمور تمام وكل عام وأنتم بخير جميعا.